السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح طريقة التحكم في مضخة المياه أو محرك أو أي جهاز تريد عن البعد باستعمال هاتفك فقط. من أين كنت تقدر تتحكم في هذا الجهاز، وهذا الجهاز يكون في المنزل وأنت تتحكم فيه عن طريق الهاتف الخاص بك. إذا تطرقنا في الحلقة الماضية عن طريقة التحكم في المصباح باستخدام هذا الجهاز، إن شاء الله يعني كاين بزاف الإخوان اللي طلبوني هذه الحلقة، قالوا لي يعني كيفاش تقدر تتحكم في مضخات المياه أو أي محرك أو أي جهاز باستعمال هذا الجهاز، خاصة مثلا هذا الجهاز عنده الأمبير كبير. إذا الآن نشوفوا بدون مثلا عندنا هذه المضخات المياه المنزلية نتحكموا فيه إن شاء الله باستعمال هذا الجهاز. إن شاء الله الآن كي نخلصوا من هذا المضخة عفوا، نشوفوا أيضا طريقة التحكم في الأجهزة الأخرى اللي عندهم الأمبير كبيرة، نشوفوا طريقة يعني طريقة توصيل هذا الجهاز مع جهاز اللي يستهلك الأمبير كبير. كما راكم تعرفوا كامل هذا الجهاز يوصل حتى 16 أمبير فقط كما تطرقنا في الحلقة الماضية كما راه مكتوب في هذا المكان. إذا اللي حب يشري هذا الجهاز رابط أسفل هذا الفيديو بثمن رخيص جدا. إذا بدون إطالة نروح نشوف طريقة التوصيل ثم بعد ذلك نشوف طريقة ربط هذا الجهاز مع الهاتف الخاص بنا. طريقة التوصيل سهلة بزاف بزاف، إذا اتبعوا هذا الورقة اللي تجي مع هذا الجهاز فقط. لدينا هذه النقطة الثلاثة عفوا النقطة الاثنين والنقطة رقم أربعة يروحوا إلى الكهرباء. إذا كما راكم تلاحظوا راني وجدت لهنا هذا الديجونكتور، عندنا فاز الناتر أو التور والحيادي، إذا نوصلهم مع هذا الجهاز. إذا واحد يروح إلى القطب رقم 2 كما تطرقت من قبل بهذا الشكل، ثم بعد ذلك لدينا القطب رقم 2 يروح إلى التور بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. الآن وصلوا هذا المضخة مع هذا الجهاز. إذا كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، إذا نشوفوا المضخة هذه، إذا عندها يعني سلكين كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. إذا سلك رقم واحد يروح إلى القطب رقم واحد بهذا الشكل، وقطب رقم اثنين أو سلك رقم اثنين يروح إلى قطب رقم اثنين في هذه الجهاز. كما راكم تلاحظوا تم الانتهاء من طريقة التوصيل. لدينا سلكين للجهاز الذي نريد تشغيله عفوا، ولدينا سلكين باش نغذيو هذا الجهاز. إذا الآن تم الانتهاء من طريقة التوصيل، الآن نروح نشوفوا طريقة ربط أو توصيل هذا الجهاز مع الهاتف الخاص بنا. إذا نقدروا نستعملوا سواء تيا سمارت ولا سمارت لايف كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. الآن نروح نحملوا سمارت لايف من خلال بلاي ستور. إذا الآن دخلنا إلى بلاي ستور ثم بعد ذلك نكتبوا سمارت لايف بهذا الشكل. إذا كما راكم تلاحظوا، إذا تخرجنا هذه الواجهة ثم بعد ذلك نضغطوا على انستالي. نستناو شوية باش يتطبق أو نستاليو هذا اللوجيسيال أو هذا التطبيق في الهاتف الخاص بنا. إذا كما راكم تلاحظوا الآن سطبنا هذا التطبيق على الهاتف الخاص بنا ثم بعد ذلك نضغطوا على أوفرير بهذا الشكل. إذا الآن نضغطوا على داكور بهذا الشكل. انا ما عنديش اللي ما عندوش الكونت لازم يتسجل، يعني يضغط على اونريجستري، اللي عنده الكونت يضغط على كونيكتي. اذا حنايا نضغطوا ما عندناش الكونت لازم نضغطوا على اونريجستري بهذا الشكل. هنا نكتبوا البريد الالكتروني، ديك نضغطوا على هذه الخانه قال لك فاليدي لانسكريبسيون، اذا نضغطوا على هذه الخانه بهذا الشكل ثم يقول لك اوبتيني لو كود دو فيريفيكاسيون، نضغطوا عليه. إذا الآن نروحوا إلى الإيميل أو البريد الإلكتروني الخاص بنا باش نشوفوا الإيميل اللي جانا. راه وصل الكود، إذا 922824. إذا قال لك الآن أعطيني المود باس، قال لك دير المود باس. المود باس نضغطوا على تيرميني بهذا الشكل. إذا تخرجنا الواجهة الخاصة بنا بهذا الشكل أكسيدي أوردوني.
تندونس اكتويل اكسيدي لابليكاسيون، نضغطوا على هذا الزر باللون الازرق. اذا الان نضغطوا على اجوتي باش نضيف هذا الجهاز الى الواي فاي الخاص بنا او الى هذا لاباري ايضا. اذا نضغطوا على اجوتي بهذا الشكل، ثم تخرج لك لوتوريزاسيون دو لوكاليزاسيون ني با اكتيفي. دروك نروحو ناكتيفيو لوكاليزاسيون، قال لك لازم تاكتيفي لوكاليزاسيون. فوالا، اذا ثم بعد ذلك تخرجنا هذه الواجهه. اذا الان نخيرو الجهاز تاعنا بهذا الشكل، اذا انتربتور واي فاي او سويتش واي فاي كيف، اذا نضغطوا عليها بهذا الشكل. اذا طلبنا اسم الواي فاي وايضا رقم السري، اذا كتبنا اسم الواي فاي وايضا رقم السري للواي فاي، ثم بعد ذلك نضغط على سويفون بهذا الشكل. قال لك فيريفي كو لو فويون كليونوت، اذا قال لك لازم تشعل هذا الجهاز. اذا الان نشعل هذا الديجونكتور، ثم اذا كما راكم تلاحظوا هذا يعني الفويون او هذا المصباح الصغير بدا يشتغل، ثم بعد ذلك نضغط لهنا فيريفي كو لو فويون كليونوت. هو اذا هنا كما راكم تلاحظوا في هذه الصوره، نلاحظوا على مصباح كليونوتي يعني يشتغل ثم ينطفئ، نضغط عليه بهذا الشكل. اذا نستناو شويه حتى وين اذا كما راكم تلاحظوا الان تم الانتهاء في توصيل هذا الجهاز مع الواي فاي الخاص بنا، ثم بعد ذلك نضغطوا على تيرميني بهذا الشكل. نستناو شويه الان نشوفوا هل تمشي ولا ما تمشيش. الان نضغطوا على هذا البطن كما راكم تلاحظوا راهي تمشي المضخه الخاصه بنا، نطفي ولا نشعل. اذا الان كاين الميزة اخرى باش نعرفوا اشحال تستهلك هذه المضخة او اي جهاز تريد يعني يكون مربوط مع هذا الجهاز الصغير. الان نشوفوا اذا نشغلوا الجهاز اللي حبينا نعرفوا اشحال يكونسومي ولا وين كنا حنايا. اذا نشغلوه ثم بعد ذلك نروح الى الكتريك نشوفوا اشحال يستهلك. اذا نضغطوا عليه نشغلوا هذا المضخة، ومن بعد ذلك نضغطوا على الكتريك كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. نستناو شوية برك. إذا كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، إذا هذه المضخة تستغرق تستهلك الأمبير 969 ميلي أمبير وأيضا 230 واط كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. الآن شوفوا طريقة التوصيل كيف لكي يعني تحكموا في الجهاز اللي عنده الامبير بزاف كبير. اذا نستعملوا هذا الكونتاكتور. اذا اول شيء نبداو نوصلوا هذا الجهاز مع هذا الكونتاكتور. اذا كما راكم تلاحظوا الان حينا هذا المحرك مع هذا الجهاز، الان في بلاصه هذا المحرك نوصلوا مع هذا الكونتاكتور. اذا كما راكم تلاحظوا راني وصلت سلكين، واحد في الأ واحد والاخر في الاثنين في هذا الكونتاكتور. الان نوصلوا هذ السلكين مع القطب رقم واحد بهذا الشكل والاخر في القطب رقم ثلاثة بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. نزيدو هاد السلكين نوصلوهم في السيركوي دو بويسونس بهذا الشكل او دارة الاستطاعة. اذا السلك رقم واحد في ربط رقم اثنين في القطب رقم اثنين عفوا، والسلك رقم اثنين في القطب رقم اثنين بهذا الشكل. اذا كما راكم تلاحظوا راني وصلت هاد السلكين مع هاد الديجونكتور، واحد طور والاخر الحيادي. انتم اذا عندكم محرك لثلاثة اطوار او جهاز يعني لثلاثة اطوار تقدروا توصلوا يعني تروفز الى هذا المكان، ثم بعد ذلك نوصلوا هذا المحرك او هذه المضخة الى الجهة الاخرى من هذا الكونتاكتور بهذا الشكل. اذا كما راكم تلاحظوا رانا وصلنا الان هذا المحرك مع هذا الكونتاكتور بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. هذا جو من المحرك الى هذا الكونتاكتور سيركوي دو بويسونس او دارة الاستطاعه، ثم بعد ذلك هنا راحوا الى الفاز او النتر كما راكم تلاحظوا في الديجونكتور تاعنا. الان نشوفوا هل يمشي ولا ما يمشيش. اذا الان نجربوا. اذا كما راكم تلاحظوا الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني نفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال اكتبونا في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الحلقه القادمه ان شاء الله.